إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات، سنة ثانية ثانوي، أقدم لكم تمارين حل متراجعات، ولكن بشكل جديد، شكل آخر. تابعوا مليح. إذن راكم تشوفوا لهنا المتراجعات المطروحة على الشاشة. تابعوا مليح، هذو هما المتراجعات المطلوبة. إذا نبداو في الحل المتراجعة الأولى. إكس ناقص 2 على 3 ناقص 1 ناقص إكس على 2 موجبة أو تساوي صفر. كيف نخدمه؟ أولا توحيد المقامات، راكم تشوفوا لهنا، هذه نكتبوها إكس ناقص 2 مضروب في 2 ناقص 3 مضروب في 1 ناقص إكس على على وشني؟ على 6، أي لهنا ننشر. بعد النشر إكس ناقص 4 ناقص 3 زائد 3 إكس على 6، دائما أكبر أو يساوي صفر، أي 2 إكس و 3 إكس 5 إكس، وبعد ناقص 7 على 6. أكبر أو يساوي صفر. شفتوا لهنا الشكل تاعها تغير، تحولنا الشكل هذا شوية معقد، حولنا الشكل بسيط. لأن واش قلنا به نبحث عن الإشارة. لهنا عندنا 6 موجب متكلموش عليه، يبقى لنا غير 5 إكس ناقص 7. إذا كان موجب معناه أن 5 إكس أكبر أو يساوي 7، أي إكس أكبر أو يساوي 7 على 5. إذن الحل نتاع المتراجعة هذا هو شنو؟ هو لنا أكبر أو يساوي، معناه المجال مغلق، 7 على 5 زائد ما لا نهاية. هذه هي النتيجة. ثانيا ثلاثة ناقص إكس على إكس زائد 4 أكبر تماما من صفر. لهنا واش لاحظوا؟ لاحظوا بلي هذه العبارة، هذه عندها معنى إذا كان إكس زائد 4 يختلف على صفر، معناه أن إكس لازم تختلف على ناقص 4. ثلاثة ناقص إكس تساوي صفر إذا كان إكس تساوي 3. لهنا الطريقة يعني المثلى، للحل تاع المتراجعات هي الجدول إكس ناقص ما لا نهاية، عندنا 3 ناقص 4
ثلاثة زائد منانح هنا نكتبو ثلاثة ناقص إكس إكس زائد أربعة، ولا هنا ثلاثة ناقص إكس على إكس زائد أربعة. إذن ثلاثة ناقص إكس ينعدم من أجل إكس يساوي صفر، إكس زائد أربعة ينعدم من أجل إكس يساوي ناقص أربعة. إذن ما ننساوش بلي هذا راه محظور. إذا ثلاثة إكس، ثلاثة ناقص إكس موجب، معناه أن ثلاثة أكبر من إكس، أي إكس أقل من ثلاثة. إذن أقل من ثلاثة هو موجب، لأن موجب أكبر من ناقص ربع وسالب من بعد. إذن هنا ناقص موجب زايد، ولهنا ناقص. لهنا لازم يكون موجب تماما، موجب تماما. الحل إذن راكم تشوفوا لهنا اس هو الحل، ناقص ربع هي محظورة دونك خارج المجال، ناقص ربعة ولنا ثلاثة داخل في المجال، كذلك خارج من المجال، لأن عندنا موجب تماما. هي الحل. ثلاثة تمرين ثالث إكس مضروب في إكس زائد واحد على ثلاثة ناقص اثنين إكس أقل أو يساوي صفر. واش لاحظوا لهنا هذه ما عندها معنى، هذه عندها معنى إلا إذا كان وفقط إذا كان يختلف على صفر، معناه ثلاثة تختلف على اثنين إكس، أي إكس تختلف على ثلاثة على اثنين. إكس مضروب في إكس تساوي صفر إذا كان إكس الجذر تاعو صفر، وإذا كان إكس يساوي ناقص واحد. إذن باه نعرفو الإشارة، باه ندرسو هذا الإشارة، لازم نرسم الجدول، تغير من ناقص ما لا نهاية حتى زائد ما لا نهاية. ولكن ناقص واحد صفر ثلاثة على اثنين، إكس إكس زائد واحد وثلاثة ناقص اثنين إكس، لهنا صفر لهنا صفر ولهنا صفر.
صفر كذلك، ثلاثة هنا، هنا محظور، إكس أكبر من صفر معناه موجب أكبر من صفر، هنا أكبر منه ناقص واحد، هنا ثلاثة على اثنين موجب أقل من ثلاثة على اثنين وسالب من أجل إكس أكبر من ثلاثة على اثنين. إذن سالب بسالب صافي موجب، موجب موجب صافي موجب، ناقص زيد صافي ناقص، ناقص لهنا زيد ولهنا ناقص، لهنا زيد في زيد زيد ناقص. إذن الحل لهذا المتراجحة هو لهنا أقل أو يساوي، إذن ناقص واحد راكم تشوفوا لهنا أو ناقص والناقص هذه اللي يهمنا، دونك راهو داخل ذاك هو ناقص واحد صفر، ولكن مغلق مغلق اتحاد خرجوا ثلاثة على اثنين من مجال، ثلاثة على اثنين محظور زائد ما لا نهاية. هذه هي الحل رابعة، إكس زائد خمسة على إكس ناقص واحد أقل من إكس ناقص ثلاثة على إكس زائد اثنين. لأن الطريقة لازم بدلها الشكل تاعها، كيف نكتب إكس زائد خمسة على إكس ناقص واحد ناقص إكس ناقص ثلاثة على إكس زائد واحد ولكن أقل من صفر. لنا نوحد المقامات، عندنا زوج مقامات نوحدهم، كيف؟ إكس زائد خمسة نضرب في إكس زائد اثنين على إكس ناقص واحد إكس اثنين ناقص إكس ناقص ثلاثة نضرب في إكس ناقص واحدة على إكس واحد إكس زائد اثنين. كما راكم تشاهدون عندنا مقامات مشتركة، المقام هو موحد، إذن هنا نديرو مقام موحد إكس ناقص واحد على إكس زائد اثنين وننشر الباقي. الباقي واش ننشر؟ اثنين إكس مربع زائد اثنين إكس زائد خمسة إكس زائد عشرة ناقص إكس مربع زائد ثلاثة إكس زائد إكس زائد ثلاثة. نكتب إذن إكس هذه تروح تبقى لنا اثنين إكس وخمسة إكس سبعة إكس
سبعة إكس وثلاثة إكس، عشرة إكس وإكس، حداش إكس زايد قداش؟ عشرة وثلاثة، تلتاش، عشرة ناقص ثلاثة، ناقص ثلاثة لهنا، ناقص ثلاثة، عشرة ناقص ثلاثة هي زايد سبعة على إكس ناقص واحد ضرب في إكس زايد اثنين، والعبارة أكل أقل من صفر. إذن أولا هذه العبارة الجبرية لها معنى إذا كان إكس ناقص واحد يختلف على صفر، و إكس زايد اثنين يختلف على صفر، معناه أن إكس يختلف على واحد، ولا هنا إكس يختلف على ناقص اثنين. هذو شروط باه تكون عندها معنى هذا المتراجع. إذن واحد حداش إكس زايد سبعة تساوي صفر إذا كان إكس يساوي ناقص سبعة على حداش. نسطر هذاك الجدول. ناقص اثنين، ناقص سبعة على حداش، واحد زائد ما ننهي. حداش إكس زائد سبعة إكس ناقص واحد ولنا إكس زائد اثنين ولهنا حداش إكس زائد سبعة على إكس ناقص واحد إكس زائد اثنين. إذن هذه صفر لهنا، هنا صفر، هنا صفر. ولكن محظور لهنا ثاني، محظور يعني ممنوع استعمال، ممنوع في لنا زيد من أجل إكس أكبر من سبعة على حداش وسالب لنا ثاني لنا هكذا من أجل إكس أكبر من واحد إكس ناقص واحد موجب وسالب من أجل إكس أقل من واحد لنا كذلك اثنين ولهنا زيد ناقص في ناقص زيد مثلا هو ناقص
لهنا ناقص في ناقص زائد مضروب في زائد هو زائد، لهنا ناقص زائد في ناقص ناقص مضروب هذاك هو ناقص، لهنا زائد. واش مطلوب منا؟ تكون أقل من صفر ولكن تماما. الحل النهائي اس ناقص ما هي حتى الاثنين ناقص اثنين، ولكن ناقص اثنين محظور، إذن يكون مفتوح لنا المجال اتحاد لهنا مغلق ناقص سبعة على حداش حتى الواحد ولكن مفتوح محظور. هذه هي النتيجة. التمرين الأخير إكس زائد ثلاثة على إكس مربع ناقص واحد أكبر أو يساوي ثلاثة على إكس ناقص واحد. لأن نحولوه إلى شكل آخر باه نديرو المقامات إكس زائد ثلاثة على إكس واحد ناقص ثلاثة على إكس ناقص واحد موجب. لهنا نلاحظوا بلي لازم نخدمو توحيد المقامات. نلاحظوا شنو هي اكس زائد ثلاثة ناقص ثلاثة اكس زائد واحد على اكس مربع ناقص واحد. علاه؟ لأن إكس مربع ناقص واحد هو إكس زائد واحد مضروب في إكس ناقص واحد، هذه معروفة. هذه إذن لهنا ناقص اثنين إكس على إكس مربع ناقص واحد عندنا لهنا البسط والمقام. دوك ندرسو الإشارة تاعهم. نرسمو الجدول. عندك لهنا ناقص واحد هي الأولى، صفر والواحد زائد ما لا نهاية. إكس زائد واحد إكس ناقص واحد ناقص اثنين إكس ناقص اثنين إكس على إكس مربع ناقص واحد. لهنا صفر ومحظور، هنا ثاني صفر
معذور. لا لا إكس زائد واحد موجب من أجل إكس أكبر من ناقص واحد، يعني هي لهنا أكبر، لهنا من إكس ناقص 2 إكس موجب من أجل إكس أقل من صفر. هنا موجب، إذا كان x موجب معناه 2 x نقول لهنا زائد أو لهنا ناقص، لهنا زائد ولهنا أكبر من واحد لهنا ناقص. إذا مش لا هنا موجب لهنا ناقص ولهنا موجب ولهنا ناقص. إذن أكبر أو يساوي يعني الحل هو عندك موجب معناه ناقص ما هي ناقص واحد ولكن خارج المجال، اتحاد اتحاد وشني داخل المجال صفر واحد خارج المجال كيفاه. إذا كم تشاهدوا مليح، ناقص ناقص ما لا نهاية من أجل إكس ينتمي من ناقص ما لا نهاية حتى ناقص واحد هو موجب أو يساوي صفر. هنا ناقص واحد ولكن واحد محظور خارج المجال، اتحاد من صفر لواحد، صفر هو داخل المجال ولكن واحد العدد واحد واحد خارج المجال لأنه محظور. وانتهينا، والسلام عليكم.